السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الأمسية، في هذا المباشر. كما وعدتكم سيكون معي الكابتن جمال الشريف الذي سيواكب معي في الفترة التحكيمية مدار في هذا النهائي، نهائي كأس الكونفدرالية الذي توج فيه الرجاء البيضاوي بطلا لهذه النسخة. بالطبع تتويج جاء عن جدارة واستحقاق بالنظر لما قدمه الرجاء طوال هذه المسابقة. كان الكل يرشحه في أن يكون بطلا لها، خاصة وأنه أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة ولم تهتش شباكه أبدا في هذه البطولة بكاملها بدور المجموعات وبالأدوار خروج المغلوب. لم يهتز تهتش شباكه إلا مرتين، بما فيها الهدف الذي سجل هذا المساء من قبل شبيبة القبائل. الرجاء البيضاوي إذن بطل لهذه النسخة، أنقذ موسما كاد أن يكون كارثيا على اعتبار أن الرجاء خرج من الدور من كأس العرش، خرج من السباق من أجل الفوز بلقب الدوري بعد أن حقق في الموسم الماضي لقب البطولة، وكان هذا هو الاستحقاق الثالث، وهناك استحقاق رابع ينتظره في شهر غشت، في شهر أغسطس كما يقال في الشرق، أمام اتحاد جدة على نهائي كأس محمد السادس. أرحب بكم جميعا وأرحب بكل الذين التحقوا بنا، وبعد لحظات سيكون معي بالطبع الكابتن جمال الشريف ليتحدث عن الجانب التحكيمي في هذا النهائي، نزولا عند رغبة العديد من المتابعين في إنستغرام والذين راسلوني وطلبوا أن يكون هناك تحليل لهذه المباراة، وأنا ارتأيت أن يكون هناك أيضا تحليل على مستوى الجانب التحكيمي لهذا النهائي. مبروك للرجاء، هنيئا للرجاء، ولكن هذا الرجاء رجاء التناقضات والمتناقضات. ما رأيته اليوم أنا في المباراة النهائية شيء يحير العقل، يندهش له الجميع. هناك وجهان للرجاء، وجه في الشوط الأول ووجه في الشوط الثاني، حتى أنه خيل إلي في الشوط الثاني أن لاعب الرجاء لبس في الشوط الثاني قمصان شبيبة القبائل، ولاعبو شبيبة القبائل لبسوا قمصان الرجاء. الرجاء بدأ البداية المثالية التي يحلم بها الجميع، بدأ مبكرا، سيطر، خنق دفاع شبيبة القبائل، اقتنص هدفين في ظرف 14 دقيقة. كان بإمكانه أن يسجل أهداف كثيرة وكثيرة وكثيرة لولا هذا الجانب الذي لم نتخلص بعد منه في الكرة المغربية، جانب الاستعراض، جانب الاستسهال، التراخي، الاعتقاد بأن المباراة انتهت، بأن الفريق الآخر الخصم لا يوجد، لا يمكن أن يرفع رأسه، لا يمكن أن يهددك، والرعونة التي شاهدناها ليس فقط في إدارة الفرص ولكن حتى على مستوى التمرير في وسط الميدان، شيء أنا لم أقبله من أداء لاعبي فريق الرجاء في هذا الشوط الأول. هناك من يتحدث عن شوط مثالي، وهناك من يقول يا ليت الرجاء كان يلعب كل مبارياته بالشكل الذي لعب به الشوط الأول، على الأقل من بداية المباراة حتى وصول إلى هدفين أو نصف ساعة الأولى. ما حدث للرجاء في الشوط الثاني شيء يجب أن يتوقف عنده كل من يعشق كرة القدم ويهتم بكرة القدم ويتعاطى مع ميدان كرة القدم، لأننا شاهدنا فريقا مختلفا، غيرنا فريق بفريق آخر، وكأننا نشاهد فريق لم يسبق له أن عرف أبجديات كرة القدم، خاصة حينما يكون متقدم بهدفين مقابل لا شيء. يتلقى الهدف مع بداية الشوط الثاني، يأتي بعد ذلك تأتي الأخطاء الكارثية، عدم الانسجام، فقدان الثقة، الكرة التي لا تخرج نظيفة، الاستعجال في تشتيت الكرة، كانت الكرة تصل إلى دفاع الرجاء البيضاوي كل 10 ثواني و15 ثانية. لم أفهم أيضا أنس زنيتي الذي قدم مباراة بطولية لماذا حينما كانت تخرج الكرة خارج المرمى ويعيدها جامع الكرات يذهب هو يتلقفها بسرعة، كان عليه أن يتركها تمر ثم بعد ذلك يكسب بعد الثواني حتى يهدئ اللعب، حتى يعطي فرصة لزملائه لالتقاط الأنفاس. أنا لم أفهم حتى التمرير واستقبال الكرة واحتضان الكرة كان غائب لدى الرجاء. كيف يمكن للاعبين يملكون أعلى مواصفات المهارة الفنية في البطولة المغربية وبشهادة الجميع وفي إفريقيا
أن يكونوا بهذا الوجه في الشوط الثاني. اليوم أنا لا أحاول أن أنتقد ما أداه فريق الرجاء من إنجاز كبير حققه لخزانة النادي، لتاريخ النادي، ولكن اليوم كاد الرجاء أن يضيع ويهدر كل ما بناه في الشوط الأول، على الأقل في الربع ساعة الأولى. الطرد الذي كان بإمكان أن يتفاداه، الحالات، الكرات الضائعة في وسط الميدان، مالونغو الذي لم يكن حاضر وكان عليه أن يخرج قبل الموعد الذي قرره المدرب لسعد الشابي لتغييره، إعطاء نفس حقيقي لوسط الميدان، تغذية هذا الوسط من خلال الطراوة البدني، وهناك لاعبين كانوا على دكة المدرب كان بإمكانهم أن يقوموا بذلك. أعتقد أن اليوم كان شوط الأول للرجاء شوط ممتع، شوط تشعر فيه أن هناك لمسة مدرب، لمسة لاعبين، شخصية فريق، والشوط الثاني غاب كل شيء فيه. وهنا أطرح علامة استفهام كبيرة، لماذا لم يتدخل سعد الشابي لتصحيح المسار؟ أنا لم أفهم لماذا حدث ذلك، لماذا ظل مستكينا، لم ينبه لاعبيه، لماذا لم ينبه المدافعين، بدل تشتيت الكرات أن يلعبوا بالكرات الملعوبة ما بين لاعبين ثلاثة إلى أربعة ثم تبدأ الهجمة. كل كرة كانت مشتتة إلا وتعود بسرعة لتشكل خطرا وتهديدا على مرمى الرجاء. ربما الحسنة الوحيدة في الشوط الثاني أن الرجاء ظل متماسكا بعد الطرد، وكأن كل لاعب شعر بأن عليه أن يعوض اللاعب المطرود، وهذه القوة هي قوة شخصية الرجاء في المواقف الصعبة، استبسال. ولكن الرجاء لعب بالنار طوال الشوط الثاني، كاد أن يؤدي ثمنا باهظا من خلال الأخطاء الكثيرة التي كانت في الشوط الثاني، والتي لم يتعامل مع المدرب بالحزم المطلوب. مسؤولية المدرب أين تكمن؟ في أن يقوم الإعوجاج حينما يراه في الشوط الثاني، حينما يشعر بأن الفريق يضعف يبحث عن ورقة رابحة ليعطيه القوة التي يحتاجها، ليعيده إلى التوازن، ليعيده للتوهج الذي كان عليه. الصورتان مختلفتان، شوط أول للرجاء مبهر رغم أنه كان بإمكانه أن ينهي المباراة بهدف ثالث ورابع، وشوط ثاني يجب أن يسائل عليه المدرب، لأن هذا الشوط هو الذي ضيع على الرجاء فرص كثيرة في دوري الأبطال حينما خرج أمام تونغيت، ضيع عليه فرص في الدوري، مباريات كثيرة خسرها حتى في عقر داره، وكان بإمكانه أن يحسمها ويكون على مستوى السباق مع الوداد البيضاوي. وهذه هي الصورة التي كادت أن تعصف به في مباراة بيراميدز، حتى في مباراة اليوم الذي يسجل رجاء اليوم، أنه ظل متماسك رغم الطرد، ظل مؤمنا بإمكانيته في أن يصل إلى التتويج. أقول مرة أخرى هنيئا للرجاء بهذا اللقب، ولكن يجب أن نمر بعد الفرحة المستحقة والعودة بهذا التتويج إلى المغرب، أن يجلس لاعب الرجاء، أن تجلس إدارة الفنية للرجاء، وأن يقف عند هذه الاختلالات التي أسميتها سميتها أنا مع زميلي بدر الدين إدريسي على مستوى الدفاع لحظات سبات دفاع الرجاء. اليوم لم يكن سبات، ولكن كان هناك تهور، كان هناك مجازفة، كان هناك لعب بطريقة ليست طريقة الرجاء، ليست الطريقة التي يتقنها الرجاء ويحسنها وله الإمكانيات والمؤهلات ليفعلها. اليوم أنا رأيت فريقا غريبا في الشوط الثاني، فريق يشتت الكرات بدل أن يلعب على إمكانيات لاعبه. طبعا بعد لحظات سيكون معي الكابتن جمال الشريف، لأن المباراة عرفت حالات مهمة، بدأت حتى بهدف سفيان رحيمي الذي اعتقدنا جميعا أنه كان متسلل والحكم قام بتسلل، ثم عاد إلى الفار احتسب الهدف، وكانت هناك حالات أخرى، حالة الطرد التي كانت في المباراة مع الحكم الجنوب إفريقي غوميش، الذي كانت له بعض المواقف التي استغربناها جميعا، وأنا طوال مشواري الإعلامي لم أراها من قبل حكم لا في إفريقيا ولا في آسيا ولا في أوروبا ولا في العالم بصورة عامة. سأحاول أن أربط الاتصال بالكابتن جمال الشريف وأستدعيه لينضم إلي.
مباشر، أتمنى بالطبع أن يكون هو في المشاهدة وأن يعطينا ويدلو بدلوه من خلال خبرته الطويلة على مستوى التحكيم في كأس العالم على عدة مناسبات، أن يعطينا ما لاحظه وما دونه من أشياء سواء في الشوط الأول أو في الشوط الثاني. لازلت أنتظر رد الكابتن جمال شريف حتى ينضم إلي في هذا، هو الآن دعوته ليكون معي حاضرا ليبدأ بالطبع هذا الحديث حول الجانب التحكيمي الذي أنا رأيت أن الحكم لم يكن على مستوى المباراة بالشكل الذي كان عليه. بدأ بداية جيدة ولكن بدأ لأنه المباراة بمرور الدقائق كبرت عليه وكانت له مواقف كان من الصعب جدا أن يتحكم فيها. الحمد لله أنها انتهت على خير بالنسبة لنادي الرجاء البيضاوي، ولكن اليوم يجب أن نشيد أيضا بأداء شبيبة القبائل التي عادت في المباراة وكونت لنفسها شخصية مهمة في الشوط الثاني، وهذا ما نخشاه نحن بالنسبة لكرة القدم المغربية. حينما تأتيك فرص لتقتل المباراة وتنهيها وتحسمها تجد نفسك أحيانا تدخل في متاهات كنت في غنى عنها. لحظات بالطبع سيكون معي الكابتن جمال الشريف، هو متواجد حاليا في بالقرب من مدينة بوردو في فرنسا. بالطبع أنا عارف أن الساعة متأخرة نوعا ما، ولكن كابتن جمال الشريف آثر على نفسه رغم بعض المتاعب الصحية لأن يكون معكم هذا المساء ليقدم الإضافة التي نحتاجها جميعا، لأن بدون مباراة كرة قدم بدون حكم بدون الجانب التحكيمي لا يمكن اليوم أن نتحدث عن وجود مباراة متكاملة الأطراف. طبعا سيكون هناك جوانب خاصة بالجانب التحكيمي بالزاوية التحكيمية، لأن ما حدث في هذه المباراة هناك أشياء كثيرة جدا نحتاج أن نكون فيها لدينا رأي الخبير، رأي المتمكن الذي يعرف بأن هذه القرارات كانت سليمة، أثرت على المباراة لم تؤثر على المباراة، هل الطرد كان مستحق، هل كان بالنسبة لضربة جزاء للرجاء في الشوط الثاني أم لا، هل وفق الحكم في بعض الحالات أم لا. طبعا لازلت أنا في انتظار أن يرتبط الكابتن جمال الشريف ليزودنا بالطبع برأيه وإطلالته البهية حول ما دار في هذه المباراة النهائية لكأس الكاف بين الرجاء وشبيبة القبائل. طبعا الرجاء توج هذه المرة الثالثة وهي إضافة لنادي الرجاء في موسم صعب كانت فيه كثير من المطبات. سأحاول أن طبعا كما تعلمون أنا لست بالشكل الذي أمتلك القدرة على أن أتحكم في كل هذه الأمور الخاصة بالجانب التكنولوجي. طبعا أدعو الكابتن جمال الشريف الذي يشاهدني بأن يحاول أن يطلب الدخول إلى هذه الدردشة وهذا المباشر بيني وبينه كما فعلنا في المرة الماضية. سنحاول مرة أخرى نعطيه الفرصة ليتدخل. طبعا الآن وجهت له الدعوة وأتمنى أن تكون هذه المحاولة ناجحة بالفعل. ها هو الآن كابتن جمال بطلعته البهية. أولا الحمد لله على السلامة، طمنا عن حالتك الصحية وحالة الأهل، كلك بخير، كلهم بخير الحمد لله. وأول شيء مساء الخير لك أخي الغالي العزيز
الإعلامي الكبير الأستاذ خالد. طبعا أنت شرف أن أكون معك، أتشرف أن أكون معك، وبالتالي أيضا من خلالك أمسي على الجميع، أتمنى لهم إن شاء الله أمسية طيبة، أهنئ الرجاء على الفوز في هذه الأمسية، وأيضا أقول لشبيبة القبائل حظا أوفر في المباريات القادمة إن شاء الله. فتفضل. طبعا أنا أولا أقول لك الحمد لله على السلامة، وأنا مع سعيد السلامة، بلقياك، وحضورك شكرا. اليوم معي هو تشريف لي وتأكيد على طيب أخلاقك وعلى مواقفك وعلى طبعك الهادئ الرائع، على تربيتك التي يشهد بها الجميع سواء حينما كنت حكما أو زميلا إعلاميا. طبعا أثرت إلا هذا أن بالفعل، تكون رغم المتاعب الصحية أن تكون حاضرا وتلبي هذه الدعوة وتستجيب لرغبة الكثير من متابعينا. أنا طبعا اليوم أتشرف بك وأتشرف بمتابعيك وأكبر بهم. الله يبارك فيك، شكرا. بداية الحكم، حكم المباراة هو جوميز، هو الذي قاد ذهاب دوري الأبطال بين الترجي الرياضي والأهلي، وانتهت المباراة فوز الأهلي بهذا مقابل لا شيء. الحكم من جنوب إفريقيا. أنا اليوم سأسألك من خلال بعض الأشياء التي أنا شخصيا لم يسبق لي، أكثر من 40 سنة أشاهدتها من تصرفات حكم المباراة، كالطريقة التي ذهب عند لاعب من شبيبة القبائل وقال له خذ الصافرة وخذ البطاقات وقم أنت بتحكيم المباراة. صحيح. في نهاية المباراة حاول وذهب لاحتضان لاعبين ليبعدهم عن الشنآن، علما بأنني كنت أشاهد دائما أن الحكم يتخذ موقف بسرعة ويشهر بطاقة لا يحاول، وكأنه لم أدري ولم أعلم عما كان يبحث الحكم. هل هذا التصرف من حكم المباراة تصرف مقبول محمود؟ ممكن أن نقول أنه يدخل في إطار إضفاء نوع من الحميمية على أنها في نهاية المطاف هي مباراة كرة قدم، كما شاهدنا في مباراة إيطاليا وإسبانيا، وذلك النقاش الرائع الحلو الذي كان بين كيلين وجوردي ألبا والحكم الألماني، صحيح. أم أن ما كان عليه أن يتصرف وأن يكون حكما يؤدي مهامه بالحزم وبالصرامة المطلوبة في حكم المباراة صحيح. خاصة النهائية؟ تتحدث طبعا قضية غاية في الأهمية، وهي أثارت أيضا انتباهي، وأنا لم الله أشاهدها أكبر أبدا. لم الله أكبر، لم أشاهدها، بثلاث يعني كؤوس عالم متتالية أثارت انتباهك. أثارت انتباهي، لأن حتى لم أشاهدها حتى على مستوى نحن نتعامل أحيانا بشكل عاطفي مع اللاعبين، نعم نبعد اللاعبين. طبعا هناك اسلوبين مختلفين، هناك اسلوب قد نقول اسلوب العربي على سبيل المثال، نحن نتعاون او نتعامل مع اللاعبين بانه نقوم بعمليه الفصل وابعاد اللاعبين والتدخل البدني، هذا اوروبيا غير مقبول، انجليزيا غير مقبول نهائيا. الحكم يترك عندما يتم الاشتباك بين اللاعبين وهناك جمهرة من اللاعبين، عدد كبير من اللاعبين، هناك صراع، هو يقف متفرجا ويراقب من يخالف، ومن ثم يتخذ قراراته الصارمة تجاه. طبعا هذا أسلوب، أنا مع أن يكون هناك تعامل، يعني البادي لانجوج، استخدام الجسم أو استخدام الإيماءات أحيانا أو التدخل المبكر، بس التدخل المبكر عندما يتم الاشتباك من الصعب جدا ان يدخل الحكم ليفض الاشتباك، لانه قد يتعرض للاذيه، قد يتعرض للدفع، قد يتعرض نعم لاشياء كثيره. الجانب الاساسي والمهم، بلا شك اللاعبون البعض منهم يحاول ان يضغط ويؤثر على الحكم او يشكك الحكم بقراراته، هذا موجود بكل المباريات، وتختلف الاساليب والطرق. طبعا بن شريفه بالدقيقه 37، الحالة، أنا يمكن طبعا هناك لاعب يطالبني أول مرة وثاني مرة بأن أعطي مخالفة، أو طبعا هذا الموضوع أوروبيا على المستوى العالمي على لا يقبل أبدا أن تطلب منه أن ينذر نعم لاعب فلاني أو يتخذ القرار الفلاني، يعتبر ذلك اعتراضا وتدخل في سلطته وفي واجباته ومسؤولياته، وبالتالي بشكل سريع يشهر بطاقته الصفراء ليوقف هذا النوع من هو يتحاور. الانجليز عندما
يستقبل، أو هناك لاعب يستحق الإنذار لا يعطي الإنذار أحيانا بشكل سريع، فهو يخاطب اللاعبين ويتحدث معهم ويقنعهم بأن هذا القرار أسبابه واحد اثنين ثلاثة. لكن أنا أعتقد اليوم كان يمكن أن لا يقبل أن يتدخل اللاعب بشؤونه لمرة واحدة، المرة الثانية يجب أن يكون حاسما وصارما في هذا الموضوع وأشار البطاقة لا تردد بهذا الموضوع، لا تردد، لا يجوز الاعتراض على قرار الحكم لأن هذا يضعف من شخصية الحكم ويضعف من حالة القبول لقراراته المقبلة. الجانب الآخر هو ذهب بعيدا، يعني يمكن أن يقول، لكن أنا الحقيقة يعني فوجئت أنه لماذا يخرج بطاقته ولاعب يضحك ومن ثم يخرج صفرته. فالحقيقة أنا أعتقد هو وضع نفسه بهذا، والمباراة كانت تسير سيرا طبيعيا هادئا، والنتيجة كانت هدفين مقابل لا شيء. لكن عندما سجل فريق الشبيبة القبائل هدفه الأول في مبكرا بداية الشوط الثاني، هنا أصبح لدى الفريق أمل أن يقوم بالتعادل، وبالتالي هنا ابتدأت المباراة صعبة على الحكم. هنا كبرت عليه، كبر. هو ما فعله بالبداية أعتقد كان يجب أن يوحي للآخرين بما هو يعني مقبول وما هو ما هو غير مقبول. هو خلط الأمور، فبعد ذلك عندما توترت الأوضاع أصبحت هناك صعوبة أحيانا بفك الاشتباكات، أو بالأحرى جعل اللاعبين أعطى اللاعبين فرصة للتمادي، وبالتالي دخلوا في عراكات واشتباكات، وهذا متوقع عندما تبقى النتيجة في نتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ونحن في وقت متأخر، والفريق الفائز هو الرجاء قد طرد لاعب منه، وبالتالي هو تحت الضغط. إذن هناك مطالبة كبيرة أو رغبة كبيرة من شبيبة القبائل للتعادل، وده فرصة كبيرة بعد تراجع فريق الرجاء. إذن هنا ستكبر المشكلة. الفريق طبعا الفريق الكاسب سوف يحاول إضاعة الوقت، سوف يصرف الكرة عنه يبعدها بأي طريقة. الفريق الثاني طبعا يحاول كما ذكر إضاعة الوقت، الفريق الثاني يحاول استفادة من الوقت. الضغط على الحكم، الضغط والتأثير على الفريق المنافس، كل هذا الظرف عندما أعطي انطباع ورسائل مبكرة بأنني متساهل، أنا مع أن يكون هناك علاقة ودية بين الحكم وبين اللاعبين، لكن دون أن تنال من شخصيتي. يعني عندما تقف حدوده عن النيل من شخصيتي. حاليا على مستوى، أو هذا قبل 3 مواسم في الدوري الإنجليزي، طبعا هناك جملة في قانون اللعبة تقول ينذر اللاعب إذا اعترض بالقول أو الإشارة على الحكم، هي جملة قصيرة. أصدر فتوى الاتحاد الإنجليزي صفحة صفحة ونصف، حدد كل حالات الاعتراض، اعتبر الجري من مكان بعيد إليه بدون أن يتحدث واعتراض، التحولق حول الحكم أو الحكم مساعد واعتراض، وهكذا طبعا رمي الكرة، قصف الكرة، الامتعاض، تحريك اليدين. إذن أعطى فرصة. لذلك التحكيم في الدوري الإنجليزي هناك هيبة، من فعلها أعطاها هذه الهيبة. طبعا الحكام لديهم دور، لكن أيضا الجهة المنظمة هي التي تعطي الدور للحكام، تدعم الحكام وتطلب منهم التعامل بحزم مع مثل هذه التصرفات. وبالتالي هو في البداية تعامل جميل، أن أكون هادئا، وهذا شيء جميل الحقيقة، هو كان هادئ في كثير من المواقف، وهذا شيء إيجابي. لكن أعتقد كان مبالغا أحيانا بهدوئه، ومبالغا بالتعامل الرهو، يعني حالة استرخاء بالتعامل مع اللاعبين. هذا يشجع ويطمع، يعني يعطي، يصير الحكم طمع لدى اللاعبين الآخرين، وخاصة في الأوقات الصعبة. هنا سيضغط عليه في محاولة لأخذ أشياء غير شرعية. بالنهاية أنا أعتقد هو استطاع أن يعني يذهب بالمباراة إلى نهايتها، يعني دون أن أعتقد أن يكون هناك تأثير بأدائه على المجريات اللقاء عموما. طبعا هذا الحكم مع البداية في 5 دقائق الأولى اختبر صحيح. بهدف الرجاء الذي سجله سفيان رحيمي، واعتقدنا من خلال الوهلة الأولى بأن انفراد كبير، ومن خلال الإعادة بسرعة على شاشة التلفزيون، أن كان هناك بون شاسع ما بين آخر مدافع وبين سفيان رحيمي، ثم جاء الانفراد والحكم كان على طول، يعني لم يتردد لحظة، وعلى أن حالة التسلل. ثم جاء الفار ليصحح أن سفيان رحيمي لحظة خروج الكرة من العرجون
لم يكن في حالة تسلل. أنا أريد أن أتوقف عند الجانب أو الوقت الذي أخذ الفار في أن طبعا. ينبه حكم المباراة، والمباراة صحيح كانت قد انطلقت. صحيح صحيح 100%. طبعا لا شك أن تقنية الفار اليوم لعبت دورا حاسما في القرار، في قرارين مهمين أعتقد، نعم. وهم الذين هذين القرارين رسما صورة أو السيناريو الأخير أو اللقطة الأخيرة لهذه المباراة، من حيث طبعا حافظ من خلالها أعتقد تدخل كان تدخلا ممتازا من حيث القرار، لكن من حيث الإجراءات أنا أعتقد كان هناك الآليات الآليات كان هناك بعض المشكلة. يعني أن تأخذ حالة غاية في السهولة، أبسط حالات تدخل الفار هي حالات التسلل التي يكون فيها اللاعب متداخلا باللعب، يعني اللاعب الذي كان في موقف تسلل يحصل على الكرة. هذه أبسط 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 الحالات تتعقد عندما نبحث عن التداخل مع المنافس. هنا يبدأ نعم. يحتاج الحكم أن يذهب إلى الشاشة، هنا لا يحتاج أن يذهب إلى الشاشة، لأن هنا التسلل المفروض يكون مكانيا. أولا أتحدث عن الحكم مساعد. الحكم مساعد بتلك اللحظة التي لعبت فيها الكرة أعتقد من عمر العرجون باتجاه سفيان رحيمي، كان هناك لاعبان من فريق الرجاء في موقف تسلل عظيم. طبعا نحن لا نحاسب اللاعبين الموجودين في موقف تسلل حتى يحقق واحد من ثلاثة يستفيد من موقعه أو يتدخل في اللعبة أو يتدخل مع الخصم، طبيعي الحال. هنا الحكم المساعد كان متقدما جدا بعيد عن آخر ثاني مدافع. مدافع أعتقد أحمد كروم أعتقد. نعم. وبالتالي أنا أعتقد هذه مشكلة كبيرة، لأنه لم يتابع عندما تكون هناك الفواصل أو الفوارق بالمسافة بين اللاعب آخر ثاني مدافع وبين اللاعب المهاجم الذي ستصله الكرة. هنا الفارق بسيط أو مسافات قصيرة، إذا كان الحكم في موقف خاطئ سواء متأخرا أو متقدما عن الهجمة، متقدما عن آخر ثاني مدافع كما حصل، لا يستطيع أن يدرك، وبالتالي يخضع للضغوط العامة، يعني سوف يذهب باتجاه رفع رايته نعم. تجنبا للدخول. طبعا هو يجب عليه أن يحتفظ بالقرار أولا، هو احتفظ بالقرار ومن ثم اتخذ قرارا متأخرا بعد أن تم إحراز هدف، وهذا شيء جميل، يعني شيء جميل أنه لم يتدخل مبكرا وألغى الهدف أو نعم. أوقف الهدف ولم يسجل، ترك الهدف أن يسجل نعم. فهذا شيء جميل. لكن المستغرب أن دقيقتين وسبعة وعشرين ثانية تم فيها فحص الحالة، حالة غاية في السهولة، تحتاج أنا أعتقد فقط للقطة واحدة، اللقطة الجانبية أو اللقطة الكاميرا الموازية للحكم مساعد، واضح تماما أن اللاعب المدافع يغطي، هو متقدم بقدمه، طبعا المقارنة بين القدم وبين الكتف، الذراع الذراع أو الكتف، يعني رأس الذراع أو الكتف، وبالتالي كان واضحا يعني أنا بالنسبة لا أدعي، أحيانا هناك حالات فيها إشكال، لكن كان واضح، اللقطة كانت واضحة للوهلة الأولى، كانت لا تحتاج نعم. لكثير من الانتظار، أن ننتظر دقيقتين ونصف لحالة بسيطة جدا، وأعتقد هذه مشكلة ومشكلة كبيرة. إذن هناك ليس هناك تمكن من طاقم تحكيم الفار للبحث في هذه الحالات السهلة، نعم. معنى ذلك أنه هو غير متمرس في هذا العمل، يعني بمعنى ليس لديه دوري نعم. تقام فيه أو تستخدم فيه تقنية الفار، وبالتالي هو متمرس نعم. عندما تواجه حالة هو يتخذ قراره بمنتهى السهولة، كما نعم. يحدث حاليا في كأس أوروبا، نلحظ بأن عملية تدخل في أقل الحالات الممكنة، لا يتدخل نعم. دائما، يترك للحكم والحكام أيضا يأخذوا المسؤولية، يتحمل المسؤولية كاملة ويتخذ قراراته بنفسه، ومن نعم. ثم يتدخل الفار إما للمصادقة أو تأكيد القرار أو لإصلاحه، وبالتالي وعند الإصلاح لا يأخذ وقتا طويلا لعملية الإصلاح نعم. طبعا أيضا الكاميرات والتقنيات تفيد تساعد، يعني ليست فقط نضع المسؤولية على طاقم حكام حجرة الفار، أيضا التقنيات عندما أعطيك
لقطات مختلفه واعطيك لقطه متميزه، فهذا يساعد يساعدك نعم. في اتخاذ واريد اريد حل لقطه كانت واضحه وكانت متميزه، جدا ولكن استغراب هو دقيقتين و27 ثانيه كان عليه طبعا جدا يرسم الخط بسهوله ويعلم ان طبعا هو موقف اللاعب كان سليم وان الهدف صحيح. صحيح. يبدو انه لا يمتلك ايضا هو انه لديه ليس لديه نسي يعني القلم، نسي ليس القلم له حتى تقنيه، ليس لديه تقنيه ان يضع، قد يكون نعم اكتفى فقط بالكاميرا. لا بأس، يعني نحن نشجع ان بمثل هذا النوع من المباريات على هذا المستوى، حتى على مستوى قاراتنا يعني التي ليس لديها امكانيات كافيه، ان نكون جريئين في استخدام الفار، لانه يساعد بشكل كبير. يعني انا اعتقد ساعد في مباراه الترجي والاهلي، واليوم ساعد ايضا باعطاء حق لفريق الرجاء بان يعني ان يحتسب هدفه وهو هدف سليم. هذا الجانب. الجانب الثاني انا اعتقد طبعا هناك حاله ثانيه طبعا دققت فيها، هي الدقيقه 23 كان هناك سفيان رحيمي مع عبد السلام مطالبة بضربة جزاء. ايوه، انا اعتقد طبعا بعد المراجعه بطبيعه الحال لم يكن لدى يعني العرض التلفزيوني او المشاهده التلفزيونيه او المخرج التلفزيوني خيارات مختلفه لكي توصلك الحقيقه. طبعا حاولت انا اعيدها اكثر من مره، تبين طبعا هو سفيان هو الذي لعب الكره، لكن واللاعب الاخر عبد السلام اعتقد كان متقدم يحاول ان يلعب الكره، لكن حاول ان يفرمل نفسه ويتوقف عن المتابعه بعد ان لعب الكره، وسفيان بعد ان لعب الكره حاول الجري، فذهب بقدمه او ساقه باتجاه اللاعب الاخر. اعتقد الالتحام كان التحاما طبيعيا في يعني كما شرحت المنافسه التي تمت. اعتقد لا يوجد ركله جزاء، لكن رغم ذلك الحكم عندما لعبت الكره من الجهه اليسرى وانطلقت من نصف الملعب تقريبا كان عليه ان يتحرك بشكل يستخدم سرعته لكي يكون قريبا، وبالتالي يكون قادر ان يتخذ القرار الصحيح والقرار ايضا المهم المقنع. يعني لا يكفي ان تتخذ قرارا صحيحا، يجب ان تتخذ قرارا صحيحا ومقنعا. قد تتخذ قرارا صحيحا من مسافه بعيده، لكن عندما تكون قريب فانت تقنع الجميع، حتى لو اخطات انت مقنع. وبالتالي انا اعتقد القرار كان صحيحا. اعتقد هناك كابتن جمال، هناك من يربط، طبعا سأستغل المناسبة لأحيي زميلنا ميتري ستيفان الذي يحيينا حيانا منذ خمس دائماً دقائق، دائما متابع لنا واشتقنا إليه أيضا. هو أيوة قريب منك على أي حال، هو في طبعاً ميلانو وأنت في بوردو. بوردو يعني دائما في القلب، رجل بمنتهى الأخلاق العالية والمهنية نعم أيضا المتفرد، لا شك فيه. أيوة الجانب الإنساني والبعد الإنساني في شخصيتي وشخصيتك أنت أيضا شكرا. دائما ما كان محط إعجاب كل من عاشرونا طوال هذه السنوات. هناك بخصوص حالة مطالبة بركلة جزاء عملية التحام سفيان رحيمي في الدقيقة 23، هناك من ربطها بركلة جزاء التي احتسبت لرحيم ستيرلينج، رحيم ورحيمي. وإذا كان قد أعلن عن ركلة جزاء في هذه الحالة فكان بالإمكان أن يعلن عن ضربة جزاء أيضا لسفيان رحيم، كانت أوضح بكثير. صحيح، هو الموضوع موضوع طبعا أنا طبعا كان لي رأي قد يكون يعني موافق مع الحكم، ليس لأنه طبعا البعض يتهمني بأني أدافع عن الحكام، بس أنا بالأمانة طبعا عندما لاحظت الحالة الوهلة الأولى ولاحظت بعض الإعادات لم أكن مقتنعا بوجود ركلة جزاء بكل أمانة. لكن طبعا عندما تختلف قناعتي عن القرار المتخذ لا أبحث عن مبررات، إنما أبحث لماذا الحكم اتخذ القرار. نعم يعني لأفهم يعني ما هي الصيغة التي اعتمد عليها أو التفاصيل التي اعتمد عليها لاتخاذ القرار. نعم طبعا دخلت في الحالة الأولى، طبعا كان هناك طبعا أولا كان في كرة، كان كرة ضمن الملعب، كرة قد سقطت بعد تنفيذ الركلة الركنية. نعم نفذت الركلة الركنية للفريق الإنجليزي، قطعت من أحد لاعبي الفريق الدنماركي إلى خارج منطقة الجزاء، استحوذ عليها من جديد الفريق الإنجليزي حتى هذه اللحظة، وكانت الكاميرا لأن الكرة الركنية لعبت من المكان التي سقطت فيه الكرة في الكرة فيما بعد. نعم. الكرة الإضافية، فحتى هذه اللحظة كنا نرى هذا القسم الموجود المحصور بين خط التماس وبين خط منطقة الجزاء الجانبي. بعد ذلك طبعا غابت، أن الكرة ذهبت باتجاه منتصف الملعب و21 نقلة للمنتخب الإنجليزي.
طبعا هذا هي الأجواء تماما للحكم أن يقترب، لأنه معظم بهذه ال 21 لمسة ستيرلينج لمس الكرة مرتين، مرة من الجهة اليسرى لمس الكرة لاعبها هذا الوسط، ومن ثم جرى من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى. تصور طبعا الحكم هنا ابتدأ عملية التحضير والتهيئ، لأنه هو ابتدأ يقرأ اللاعب، يقرأ نوايا الفريق الإنجليزي بعملية التمرير، تمرير قصير، ومن ثم لعبت الكرة إلى ستيرلينج. هنا أصبح الحكم على مقربة من، لأنه طبعا هو كل ما كان لعبت الكرة وتلعب بشكل قصير فهو كان يقترب أكثر، أصبح قريب. عندما لعبت كان مهيأ ومحضر، فذهب باتجاه عمق منطقة الجزاء، وبالتالي ذي كانت زاوية ممتازة. طبعا هذه المباراة الرابعة له، وقاد مباراة الافتتاح. طبعا كان لديه قبل حوالي أكثر من شهرين تقريبا كان في هدف كريستيانو، وما كريستيانو ولم طبعا لم يكن يتحمل مسؤوليته مع أستراليا. المهم كابتن جمال، حتى أنا نتوقف كثيرا عند هذه الحالة. نعم. طبعا أدعو الناس أن يشاهدوا الحلقة الخاصة بهذه الحالة على اليوتيوب على قناتك ويتابعوها حتى يفهموا لماذا أعلن حكم المباراة عن ركلة جزاء. أنا فقط أن استوقفتني كلمة قلتها بخصوص الحكم ماكيلي، قلت بأنه بدأ يقرأ نوايا المنتخب الإنجليزي من خلال النقلات المتعددة التي كانت. حكم اليوم جوميز، أنت قلت بأنه كان عليه أن يقترب أكثر من اللقطة التي كان فيها سفيان الرحيمي يتوغل في منطقة الجزاء. ألم يكن بخبرته قادر على أن يقرأ النوايا؟ قيمة الحكم هي في قراءة نوايا الفرق التي تتبارك. يجب أن يقرأ أساليب اللعب، وبالتالي يجب أن يقرأ كل تمرير ويتوقع، يضع نفسه بالتوقعات كأنه يلعب على رقعة شطرنج. لاعب شطرنج هناك عدد يفكر أو يحاول أن يفكر ماذا يفكر منافسه، يستبق الأحداث. يقول طيب أنا هناك ثلاث خيارات تلعب الكرة، هناك ثلاث خيارات، فيجب أن أحضر نفسي للخيارات الثلاثة. قد تكون هناك كرة طويلة، قد تكون هناك كرة يدخل اللاعب إلى عمق منطقة الجزاء، قد يكون يلعب، وهكذا. فأنا أضع نفسي وأجهز نفسي وأحضر نفسي لكل الخيارات، وأحضر نفسي بشكل أكبر للخيار الأصعب. إن حصل الخيار الأصعب فأنا جاهز حاضر. فأنا اليوم على سبيل المثال كرة سفيان رحيمي اللي دخل فيها داخل منطقة الجزاء لعبت منتصف الملعب بجانب خط التماس، أعتقد بن شريفة لعبها ولعبت إلى لاعب آخر، وهكذا. هو في منتصف الملعب كان يجب عليه أن يتحرك، مجرد أن لعبت أول تمريرة يتحرك أكثر، يسرع، يأخذ مسارا صحيحا باتجاه الاحتمالات التمرير واحتمالات بناء الهجمة. يجب أن يحضر نفسه حتى برأيك إذا لو تحرك كان ممكن أن يعلن ضربة جزاء، تكون صورته أقرب. قد يكون طبعا أنا بطبيعة الحال حاولت كل جهدي، لكن الحقيقة ليس هناك زاوية واحدة فقط. يعني حتى زاوية واحدة عليها كلوز، فكانت هناك صعوبة أن أقوم بظلم. أنا غالبا عندما لا أصل بالهدي، عندما لا أصل لقرار حاسم فأنا أذهب لتأييد قرار الحكم. لماذا؟ مو لأنني أحب الحكام أو لأنني حكم، لأن الحكم بشر يتخذ قراره جزء من الثانية. فأنا لدي الوقت أن أعيد وبدون ضغوط، لكن هو ليس لدي وقت، وبالتالي أذهب. لا ما تخاف عليك ضغوط، عليك ضغوط. حتى وأنت في اليوتيوب كل الناس تتابع طبعاً حلقاتك ومواقفك بخصوص الحكام. طبعاً هذا الشوط الأول أعتقد أن كانت فيه فقط هاتين الحالتين، الهدف ثم ركلة الجزاء التي لم تحتسب. أما الحالة الأهم، وأعتقد هنا يتحمل الحكم مسؤولية كبيرة، هي حالة طبعا كان في الدقيقة 61، يعني العرجون. أعتقد واضح تماما هو يقف على بعد 3 أو 4 أمتار الحكم. والكرة كانت في مجال تنافس على مستوى الرأس. لا يجوز ولا يمكن أن تلعب بالقدم، خاصة أن اللاعبين في وسط الملعب. إذن ليس هناك منافسة حاسمة وهناك كرة مرفوعة وآخره. إذن عملية المنافسة حتما يجب أن تكون بالرأس، يجب أن لا تكون بهذه الوسيلة. إذن بالغالب على بأدنى الحدود عند ارتكاب هذا النوع من المخالفات، بأدنى الحدود الحد الأدنى هو الإنذار، الحد الأدنى. لكن عندما ذهبت باتجاه الوجه انتهى الموضوع تماما. هنا لاعب عنيف يوصف بأنه لاعب عنيف،
أثناء المنافسة اللاعب أثناء المنافسة على الكرة قام بتهديد سلامة المنافس، عندما أركل نعم بقدمي وجه اللاعب الآخر فأنا أهدد سلامته، نعم وبالتالي من المفروض أن يذهب مباشرة باتجاه الطرد ولا ينتظر أن يتدخل الفار. بعد ذلك الفار إن كان قراره خاطئا يتحمل مسؤولياته بالقرار، يأخذ قراره ويتحمل نعم مسؤولياته وهو على بعد 5 أمتار. بعد ذلك الفار إن كان هناك خطأ يتدخل الفار ويقوم بعملية إصلاح القرار، نعم ونذهب باتجاه وقد يذهب باتجاه الإنذار، يقول له طبعا ليس الطرد. بعد المهم طبعا هو حاول أن يفصل العرجون عن ردود أفعال، بس أنا أعتقد هذا وأبعده بعيدا وأظهر بطاقة صفراء بشكل مبكر أظهرها من جيبي في محاولة للتهدئة. أنا مع التهدئة، مع تهدئة اللاعبين المنافسين حتى لا يتم هناك ردود أفعال، لكن أنا أعتقد كان التهدئة الصحيحة هو بإشارة البطاقة الحمراء مباشرة، كانت نعم قضت على كل أساس. ربما أنه لم يكن متأكد، يبدو أنه حتى ربما لا نظلم الحكم. هناك صح، من يقول، مظبوط، وأنا أنقل لك ما سمعته نعم مثلا في المغرب من أنصار نادي الرجاء، هناك يقول بأنه اللاعب لم يقصد الإساءة نعم أو طبعا تهديد أو صحة اللاعب، تمام لعب الكرة اعتقادا منه أنه قد يصل إليها بقدمه تمام قبل أن يصل الآخر برأسه، تمام وأن في نهاية المطاف كان عليه أن يعاقب على التهور وليس على التعمد في تمام المساس بسلامة اللاعب الآخر. تمام هل يعاقب اللاعب على نواياه أم يعاقب على الفعل؟ الحكم يجب أن يعني يقرأ نوايا اللاعبين، لكن هو يتصرف على الأفعال التي تحصل أمامه، يعني يجب أن يكون قراراته قد يغير، تتغير نوايا اللاعبين في لحظة من اللحظات، في لحظة نعم يغيرني، هو يجب أن يتحضر. لكن أنا أعتقد طبعا أول في قضية أساسية ومهمة، بقانون اللعبة ألغي تماما عملية التعمد، ألغي تماما، ليس هناك، كل الأفعال هي أفعال تعتبر أفعال ناتجة إرادية. عن إرادية، كل الأفعال، لكن كلمة تعمد ارتبطت فقط بموضوع لمس الكرة باليد، والمثل ومثالها التوضيحي يقول أن الكرة تحركت للاعب الكرة، هذه هي عملية التعمد. لكن باقي الحالات، وهذا من فترة يعني من زمن ليس بقريب أدرجت، يعني حتى هذا من التسعينات ابتدأ الحديث في هذا الكلام، وسحبت كلمة التعمد. التعمد كانت تتصدر كل المخالفات التسعة، صارت حاليا صارت 11 مخالفة التي تحتسب منها خلالها ركلة حرة مباشرة، كانت تتصدر هي في الترويسة. بعد ذلك سحبت ووضعت فقط مع أرفقت مع الجملة الخاصة بلمسة اليد. بعد ذلك ولكن ظلت في الثقافة الشعبية، الكل يتحدث عنها. صحيح 100%، حتى زملائنا واخوتنا المعلقين ايضا، متعمد غير التعمد نعم. فقط في لمسه اليد حولت نعم. الى 3 عبارات، اما اهمال فهو يلعب وهو مهمل لمنافسي، يلعب يعني عندما يلعب وينافس لكنه مهمل للمنافس، او يعرض سلامه يعني لا ياخذ بالاعتبار سلامه المنافس، هذا هو التهور. لكن عندما يذهب أكثر من ذلك نقول أنه هدد سلامة المنافس، هو لا يقصد، هو يقصد يلعب الكرة، لكنه عندما تكون الكرة تلعب على مستوى الرأس فلا يجب أن لا تلعب على مستوى القدم، هنا يتحمل مسؤوليته، هو اختار هذا 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 القرار وهو قرار خاطئ، وبالتالي سيتحمل مسؤوليته. إذا طبعا بطبيعة الحال عندما ألعب بهذا لأركل كرة فأنا أستخدم قوة كبيرة مفردة. كبيرة، وبالتالي هنا قوة مفرطة أيضا، وهذا يهدد سلامة المنافس، وخاصة في المنطقة يعني حساسة هي الوجه. جدا إذا أفهم من كلامك كابتن جمال بأن كان على الحكم مباشرة أن يشير بطاقة حمراء، أنا أعتقد هذا القرار الأصح هو الأي، لكن هو أعتقد رمى بالمسؤولية، قد يكون غير متأكد، بس يعني لا أستطيع أن أبرر عدم تأكده، لأنه قريب يمتلك زاوية رؤية صحيحة على بعد 5 أمتار من الحالة، 3 أمتار، 5 أمتار تقريبا، اللعب كان في وسط الملعب، كل الأمور مهيئة له لاتخاذ القرار بالطرد، وإبعاده نعم. بهذا الشكل لشعوره، هو شعر، أعتقد هو لديه شعور بأن هي يعني أكثر من إنذار،
أكثر من أنزلة. نعم يقول البعض أنها البطاقة البرتقالية، يقول يطلق عليها البطاقة. أنا أسألك سؤال في هذا الجانب، هناك تفضل. كثير من الحكام منذ أن اعتمدت تقنية الفار وكأنهم أوجدوا لأنفسهم مظلة تحميهم من الأخطاء، صحيح. إذا كان في موقف صعب فيتخذ القرار الأسهل وينتظر أن يأتيه الخبر اليقين من الفار. ألا صحيح. يمكن أن يندرج اليوم سواء في إلغاء الهدف أو في البطاقة الحمراء التي كانت أنه ذهب إلى مبدأ السلامة والأمان، وحتى يعطي لنفسه خط رجعة بدل أن يتخذ أقصى العقوبة ثم يتضح بأن في نهاية المطاف كان مغاليا فيها؟ طبعا هو كان عليه اولا طبعا كما تفضلت فيما يتعلق بموضوع بعض من الحكام، الحقيقه بعض من الحكام يلجأ الى التراخي، يعني هناك بعض الحكام اصبحوا متراخين بكل امانه، نعم يعني هناك لدينا مرجعيه عندما لا اتخذ قرار صحيح فالمرجعيه وهي حجره الفار التي يحب نعم البعض ان يسميها الغرفه المظلمه، طبعا هي ليست غرفه مظلمه. ايوه ف يعني فهو يتكل ان هناك مرجعيه يمكن ان تصدر نعم فيه القرار، لكن في القانون وفي تعليمات الفار البروتوكول الخاص بالفار يقول على الحكام، يشير على الحكام جميعا، حكام الساحه وحكام مساعدين، ان يتخذ القرار الذي يقتنع به، ومن ثم تقنيه الفار تتدخل. بعض الحكام يتهرب من بعض القرارات الصعبه، قرار ركن صحيح جزاء مع طرد، قرار طرد، يهرب من قرار صعب، بيقول لك بيقول لك انا حجه الفار ان هن اتخذوا قرار مو انا اتخذ قرار. هذه مشكله. الجانب الاخر حجه الفار احيانا الحكم يتخذ قرار بس القرار موضع شك بالنسبه لهم او بالنسبه للجمهور، فيتدخل يستدعي الحكم لمشاهده الفار كمان ليرفع المسؤوليه انه انا كحكام فار انا نعم تدخلت، الحكم هو اللي اتخذ القرار، وهذه مشكلة كبيرة. نحن لم نشاهد هذا الموضوع في مباراة أوروبية، لم نشاهد، نعم يعني عندما اتخذ وكأن عملية توريط لحكم الساحة، ويلقي خوف يلقي هو يلقي بالكرة في غرفة الفار، والفار يعيد له الكرة حينما يطلب منه أن صح. يشاهدها على أرضية الميدان. صحيح. صحيح هذا كان يحصل قبل الفار، عندما نعم الحكم يتخذ قرارا أو يتم الغاء قرار لحاله التسلل، بيقول له بيجوا لعنده بيقول له هو الحكم المساعد اللي اتخذ قرار نعم التسلل مش انا اللي اخذت ولست أنا القرار. ايوه وهذا هروب مسؤوليه، انت نعم الحكم بالنهايه هو صاحب القرار الاول والاخير. والأخير نعم الفار اخذ القرار، لم ياخذ قرار، حكام مساعدين لاخره هو صاحبه، هو عندما تبنى هذا القرار فهو قراره. طبعا هناك قرارات صعب ان يتبناها لانه لا يمتلك الزاويه الممتازه او الموقف الصحيح. على سبيل المثال حال التسلل اليوم لا يستطيع الحكم ان يتخذ قرارا مغايرا للحكم المساعد، لان هذا من واجب حكم مساعد وهي حاله ليست واضحه نعم لكي يتحمل حكم الساحه المسؤوليه، لكنه هو طبعا حتما عندما ياخذ قرار من حكم مساعد سوف يدعم هذا القرار لانه لا ليس لديه الموقف الافضل. لكن اليوم حاله الطرد لانه القانون او تقنيه الفار تتدخل في اربع حالات، اهم حاله الطرد المباشر، وبالتالي هو لا يتدخل بحاله الانذار. فانا كحكم وانا قريب علي ان اتخذ القرار قرار الطرد، ومن ثم في حال تدخلوا لاصلاح قراري على اساس خاطئ فسيتبين بان القرار هو يستحق الانذار، فاعود انا لاعطي قرار الانذار، فاصبحت انا في المنطقه الامنه. لكن انا وضعت نفسي موضوع شكوك وانا قريب، لو كنت بعيد كنت يمكن ان يعني ان اجد مبررا، الحكم بعيد، الحاله في الصعوبه، مثلا فرصه محققه للتسجيل، هل كانت فرصه نعم. صحيحه غير صحيحه. المهم انا اعتقد اليوم هو كان يحس يعني لديه احساس بان الحاله تستحق الطرد، لكنه لم يمتلك الشجاعه لاتخاذ القرار بنفسه نعم وترك الموضوع لحجبه البار. أظن أنه في الشوط الأول كانت هناك أو كان هناك تدخل لأحد مدافعي الرجاء، تدخل بالرأس، ارتقى بالرأس ولمست قدمه صدر أحد اللاعبين الجزائريين وظل ساقطا في منطقة الجزاء، وكانت هناك مطالبة بأن كان هناك خطأ من المدافع. هل تعتقد برأيك بأن هذا الارتقاء يكون ارتقاء سليم جدا على اعتبار اللاعب حينما يرتقي بكامل طبعا أعضاء جسمه، طبعا فلا يمكن أن يتحكم في الطرف الأخير من قدمه؟ طبعا بطبيعة الحال هو عندما يرتقي
سيستخدم اليدين بشكل رئيسي لعملية اللي والساقين وخاصة منطقة الركبة، لأن سيقوم بعملية انضغاط إلى الأسفل قليلا حتى يعطي نفسه كالنابض، ومن ثم يرتقي باستخدام الذراعين للصعود إلى أعلى نقطة. طبعا ليس كريستيانو رونالدو ما شاء الله بيطلع متر فوق اللاعب فللارتقاء، وبالتالي عندما يكون لاعب لجنبه والقدم يعني هي تساعد بعملية ارتقاء تصطدم تلامس، أعتقد هذا النوع من الملامسات هو في إطار اللعب والمنافسة، لا يعتبر إلا إذا كان تم توجيه القدم بشكل واضح باتجاه اللاعب المنافس للقيام بعملية ركله. هل من ملاحظات أخرى حول الحكم جوميز؟ أنا أعتقد أهم شيء في الموضوع طبعا الفار أنقذ الموقف مرتين، مرة بحساب الهدف السليم والصحيح والشرعي لفريق الرجاء، ومرة أخرى بعملية الطرد التي يعني كانت محقة. الجانب الآخر أعتقد الوقت بدل ضائع المضاف في كلا الشوطين كان سليما. الجانب الآخر الحكم كان هادئا في كثير من المواقف، وكان ذلك إيجابيا، لكنه أحيانا يعني تراخى أكثر من اللزوم أو كان يعني هدوءه أكثر من اللزوم. هذا لا يحتاج، أحيانا الحكم يحتاج لاستخدام لغة، يعني أحيانا يكون مبتسما، أحيانا يكون غاضبا أو يكون صارما حازما، يعني يجب أن يلون حسب مقتضيات الحالة حتى يستطيع أن يذهب بالمباراة إلى شاطئ الأمان ويكون مقنعا للجميع. أعتقد بأن المباراة التحكيم كان عادلا، لم يؤثر على نتيجة المباراة نهائيا، وكلا الطرفين أخذ حقه كاملا. طبعا الذي يسعدني أن في هذا اللقاء المباشر معك أن هناك كثير من التعقيبات، أن مناصرين لجزائريين أكدوا على أن الرجاء استحق اللقب، وهذه بالطبع قمة الروح الرياضية، وكنا بالطبع دائما حينما نلح، حينما كنت معي في الاستديوهات دائما أن تكون هذه الروح الرياضية متغلبة على أداء اللاعبين وتصرف اللاعبين، وما شاهدناه في مباراة إيطاليا وإسبانيا من عناق قبل بداية المباراة، قبل ركلات الترجيح، عند نهاية المباراة، كل هذه الأمور هي التي يجب أن تسود في ملاعبنا العربية، وأن يكون في نهاية المطاف أنها مباراة كرة قدم، هي 90 دقيقة، هي لعبة رياضية تنتهي إما بغالب أو مغلوب أو بتعادل، وهناك استحقاقات قادمة إن شاء الله، وهناك مباريات قادمة إن شاء الله. أنا عشية إصدار الستار على اليورو سأخذ منك كلمة صغيرة حول تقييم إجمالي للتحكيم في هذه البطولة. هناك من يقول بأن ربما من أفضل البطولات على مستوى التحكيم، زاد الفار من قيمة القرارات، من مصداقية القرارات، وأن بمرور المباريات القادمة ستكون هناك أو يكون هناك تحكم أكثر وتمكن أكثر في تقنية الفار، خدمة للعدالة المنشودة على مستوى مباريات كرة القدم. صحيح، أداء الحكام أنا أعتقد بالمجمل أداء متميز، خاصة في الأدوار الإقصائية عندما أصبحت مباراة صعبة، وفاجأنا كثير من المنتخبات لأنهم تغلبوا على المنتخبات المرشحة لتكمل المشوار. هذا كان طبعا سيجعل يمكن مسؤوليات الحكام أو مهام الحكام فيها بعض الصعوبات، لكن أعتقد قدم الحكام نموذجا ممتازا بأداء، اولا تعاون كامل بين طاقم فريق العمل التحكيمي كان ممتازا منسجما متناغما، يضاف الى ذلك الجميع تحمل مسؤولياته كحكام الساحه او كحكام المساعدين تحملوا مسؤولياتهم، وعندما ولم يتكلوا على تقنيه الفار الا ما عندما تم الاحتياج اليها. طبعا تقنيه الفار اكلت تقريبا في تدخلت تقريبا بحوالي 60 الى 65 من القرارات التي أكدتها، يعني كان هناك قرارات اتخذها الحكام وتم تأكيدها من تقنية الفار، وأصلحت بعض القرارات وخاصة في حالات التسلل الدقيقة لأنها كانت صعبة، فأيضا أعادوا الأمور إلى نصابها في كثير من الأحيان والحقوق لأصحابها. والمهم جدا أن لم يتكل الحكام على تقنية الفار كما ذكرنا، والشيء الآخر أن الزمن كان قصيرا عند مراجعة
تقنية الفار، وهذا أعتقد هذه أنا أعتقد بأنها من أفضل الدورات أو البطولات الكبيرة التي يستخدم فيها تقنية الفار بهذه السلاسة والبساطة دون تعقيد ودون أعتذر بالكلمة فلسفة، يعني أن نضع خطوط يعني كانت الأمور واضحة، لم يتدخلوا أو يزجوا نفسهم في هذا النفق، لأنه هذا سيصعب اللعبة ويخرجها عن إنسانيتها. أنا أعتقد أداء ممتاز للطاقم الحكام، وساهم بشكل كبير بمتعة اللعبة، يعني حافظنا على متعة اللعبة وإيقاعها السريع، وبالتالي استمتعنا جميعا بالمباريات وبأداء الحكام على كل الأصعدة. طب خطوات عملاقة تم تحقيقها منذ أن أدرجت تقنية الفار، أصبح الآن تمكن أكبر، سيطرة أكبر، الآليات المستخدمة أصبحت الآن متوفرة لدى الحكام، أصبحوا يحسنون التعامل معها في وقت قياسي. طبعا نتمنى أن تكون مباراة غد ممتعة، ولا تكون الشكوك التي أثارت الصحف الإيطالية حول التحكيم قائمة حتى لنشاهد نماذج ربما تسيء إلى بطولة قوية جدا التي تعتبر ثاني أفضل بطولة بعد كأس العالم. بيورن كويبرس الهولندي أعتقد حكم ممتاز للغاية، أداء يمتاز بإمكانه، هو أعتقد هو حكم المباراة النهائية، وبالتالي أنا أعتقد هو ممتاز حكم مونديالي بطبيعة الحال، لديه خبرة كبيرة في إدارة مباريات، يمتاز بالدقة، يمتاز بالقراءة الناضجة لمجريات اللعب، وبالتالي دائما قريب من مواقع المخالفات، هادئ بالتعامل، يمتاز بشخصية قوية ومحترمة، وأعتقد الجميع يثق به. طبعا هناك سؤال من أحد المتابعين قال: هل هي أفضل بطولة تحكيمية بالتاريخ؟ لا صدق، لأنه لم لم نكن في بطولات، بس لكن أعتقد بأنها واحدة من البطولات الأفضل على مستوى التحكيم، وعملية الانسجام المهم بين الحكام فوق الميدان وحكام في حجرة الفار والغرفة المظلمة. هذه غرفة مضيئة، هذه متنورة. تمام، غرفة مضيئة بلا شك. كابتن جمال، شكرا جزيلا لك، أخذت من وقتك كثير، أنت دخلت في يوم آخر، يوم الأحد، وبدأت تفكر في المباراة النهائية، مباراة الأولى كمان عندنا، مباراة البرازيل والأرجنتين. نعم أيوة، أشكرك، شكرا جزيلا. طبعا أنت أعترت على نفسك أن تكون معنا في هذا اليوم استجابة لرغبة الكثير من المتابعين، دائما ينتظرون بشغف كبير أراءك وقراءتك التحكيمية لهذه الحالات التي تكون في المباريات، والتي هي تحتاج إلى تنوير، ونحن نحتاج إلى تنوير، لأن في نهاية المطاف حينما تكون هناك تراكمات من خلال تفسيرات وتأويلات، نحتاج إلى الرأي السديد، وأنت صاحب الرأي السديد في هذا الموضوع، وأنت يعني يكفي أنك يسدد خطانا في اتخاذ في آمين رب العالمين. وقد نخطئ وقد نصيب، نحن بشر ونجتهد في سبيل إيصال معلومة صحيحة، وهدفنا الرئيسي الحفاظ على جماهيرنا وعلى شبابنا وعلى أبنائنا، لأن نحن يجب أن نكون لدينا نتحمل مسؤولية بذلك، لأن نحن حريصين على هذا المجتمع أن يكون بعيد عن التعصب، التعصب هو من الجاهلية كما يقال، أن نحافظ على الروح الرياضية، وأن كما انتهت المباراة اليوم بسلام، وانتهى الجميع يذهب إلى دياره وبلاده، وهو على الأقل هو كسب الروح الرياضية وكسب احترام الجميع. طب وهذا ما شاهدنا في نهاية المباراة، لم يكن هناك أي شيء خادش للروح الرياضية. شكرا لك كابتن جمال، ألقاك إن شاء الله في مناسبة قادمة متى أتيحت لك الفرصة. أتمنى أن تكون دائما بصحة جيدة أنت وأهلك، وأن ألقاك على خير، وأنت قلت لي أن ربما ستأتي في نهاية كأس محمد السادس ما بين الرجاء إن شاء الله، إذا كان الله كتب واتيحت جدا إن شاء الله نلتقي، وقبل ذلك في لقاءات أخرى دائما نطل على من يتابعنا ومن يحبوننا، نبدلهم المودة وهذا الحب في هذه المنصة وعلى هذه المنصة. شكرا جزيلا لك، شكرا لك، تصبح على ألف خير، تصبح على ألف خير، إلى اللقاء، أنت وكل السادة المتابعين والمشاهدين، شكرا جزيلا، وأنت أيضا كذلك، شكرا، تصبح على ألف خير، أو خير إن شاء الله في مناسبات قادمة. مع السلامة. شكرا سيدي، مع السلامة.
شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في مناسبات قادمة. اليوم سعدت بوجود الكابتن جمال الشريف، ستكون اللقاءات متكررة إن شاء الله لنطلعكم على الجديد سواء عربيا أو دوليا. تصبحون على ألف خير.